السلام عليكم. تلغيم البحر تكتيك جديد بالنسبة لليمنيين تستخدمه ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع الانقلابية. سبق وأن استخدمته إيران في حربها مع العراق في الثمانينيات، والآن يدخل المعركة في موانئ وسواحل اليمن، وأول ضحايا 8 صيادين في سواحل حجة. لجأت الميليشيا إلى هذا الخيار بعد تقدم قوات الجيش الوطني باتجاه مدينة المخا. وبحسب مصادر عسكرية فإن الميليشيا زرعت شبكات الألغام في الميناء ومرافق الصيادين. هذا الأسلوب وإن كان يهدف إلى تعطيل عمل الموانئ البحرية اليمنية المحررة، إلا أن خطره قد يمتد لتهديد الممرات الملاحية، خصوصاً مع تمديد هذه الشبكات بشكل عشوائي. أسلوب جديد إذن تواجهه الحكومة الشرعية ومن ورائها التحالف العربي في طريق تحرير مزيد من المناطق والموانئ المطلة على الساحل الغربي. فهل ستستطيع الحكومة الشرعية ومن خلفها التحالف العربي مواجهة هذه العقبات على طريق تحرير وتطبيع الأوضاع في موانئ الساحل الغربي؟ وكيف يمكن حماية المدنيين العاملين في عرض البحر من هذا الخطر المحدق؟ وإلى أي مدى تشكل زراعة الألغام خطراً على الملاحة الدولية؟ هذه الأسئلة وغيرها ستكون مثار نقاشنا في حلقة اليوم من برنامج المساء اليمني. بداية أرحب بضيفي في الاستوديو الصحفي وديع عطاء. أهلا بك أستاذ وديع. أهلا وسهلا. كما أرحب مشاهدينا الكرام بجميع الضيوف الذين سينضمون لنا تباعا. نبدأ الحلقة والنقاش بعد متابعة هذا التقرير. تلغيم البحر استراتيجية جديدة للميليشيا، أو هي في الأساس وسيلة قتل وحصار جديدة. شوف الآن الحديثة وهي صنع إيراني، صنع إيران من أجل تدمير الشعب اليمني. هذه الوسيلة وإن بدت مبتكرة بالنسبة لليمنيين، إلا أنها ذات تاريخ بالنسبة لحلفاء الميليشيا، حيث سبق وأن استخدمتها إيران في حرب الخليج الأولى في ثمانينيات القرن الماضي. تهدف الميليشيا من وراء تلغيم البحر إلى الإبقاء على الحصار المفروض على البلاد من خلال منع استخدام الموانئ المحررة، كما هو الحال في المخا وميدي التي زرعتها بعشرات الشبكات من الألغام والمتفجرات. قائد المنطقة العسكرية الرابعة أوضح أن الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني تمكنت من تفكيك عشرات الألغام في ميناء المخا ورصيف البحر ومرافق الصيادين، لكن هذا أيضا لم يمنع سقوط ضحايا من المدنيين العاملين في مهنة الصيد، حيث قتل 8 صيادين في انفجار لغم في سواحل ميدي. هذه الحادثة ربما تكون البداية بالنظر إلى كميات الألغام المزروعة عرض البحر، والتي أرادت الميليشيا من خلالها إعاقة الملاحة في الموانئ اليمنية، إلا أن الخطر قد يمتد لتهديد الملاحة الدولية، خصوصا أن هذه الألغام نشرت بالقرب من باب المندب، أهم خطوط الملاحة الدولية في المنطقة. لم تترك الميليشيا شبرا في اليمن وصلت إليه إلا وزرعته بالموت، وهذا بنظر محللين يعكس مشروعها العدمي الذي يتخذ من القتل شعارا وغاية. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام وبضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ وديع عطاء. أستاذ وديع، بداية يعني حدثنا عن الميليشيا بدأت تهدد الملاحة، بدأت تلغم البحر بشكل أكبر، يعني كأحد المظاهر الجديدة الآن تلغيم البحر، ما الذي حدث بالضبط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الذي حصل بأن هذا الحادث هو تحول خطير وتكتيك عسكري جديد في المواجهة العسكرية التي تتبعها الميليشيا في حربها أو في مواجهتها للدولة والشرعية، وفي مقدمتها التحالف الذي يقود هذا التحالف العسكري لاسترداد الشرعية في اليمن. الموضوع يأخذ أبعاد كثيرة، بعد بشري وبعد سياسي وبعد عسكري. البعد البشري كونه ينعكس على أرزاق وحياة كثير من عشرات الآلاف من الصيادين الذين يتخذون من المياه الإقليمية اليمنية يعني مكانا للاصطياد، الذين يعيشون منه كمصدر وحيد للعيش. البعد العسكري أيضا بأنه تكتيك أيضا يبدو بأنه مستنسخ من تجربة إيرانية سابقة، وإيران هي المعروفة في المنطقة بأنها هي التي تتخذ مثل هذه الأساليب في كثير من المناورات التي أعلنت عنها إيران، تتبع نفس هذا الأسلوب. البعد السياسي كذلك الذي يخشى منه كذلك بأن الموضوع هو محاولة لتدويل الأمن البحري لهذا المنفذ الدولي المهم. طيب دعنا نشرك معنا في النقاش أستاذ وديع المحلل السياسي الدكتور فيصل علي،
ينضم لنا من كوالالمبور عبر سكايب. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا بك. حياكم الله دكتور. إذا ما يعني يبدو أنها تجربة استنساخ أمام نسخة إيرانية في زراعة الألغام في البحر، هل هذا بالفعل يشابه ما حدث في الحرب الخليجية الأولى، حرب الخليج في شط العرب إبان الحرب العراقية الإيرانية؟ دعنا نقول أن هذه الميليشيات الإجرامية التي بدأت بتفخيخ العقول، بتفخيخ الرؤوس المحشوة بالعنصرية والطائفية، انتقلت من تفخيخ تلك الرؤوس إلى تفخيخ البر والبحر. لم يتبقى أمامهم إلا الأجواء اليمنية، لم يستطيعوا أن يلغمونها. نعم، هذا يشبه ما استخدمته إيران في الثمانينات في حرب الخليج الأولى عندما زرعت شط العرب بالألغام. أيضا في عام 2015، في شباط 2015، قامت القوات البحرية الإيرانية بمناورة على مضيق هرمز ولغمت ذلك المضيق حتى لا تتعرض لهجوم كما صرح قادتها في تلك الفترة. هذه أسلحة الفقراء، فقراء الأخلاق، فقراء التقنية، فقراء المعرفة، يلجؤون إلى مسألة الألغام سواء برية أو بحرية. هي وسيلة تستخدمها بعض الدول، لكنهم الآن يستخدمونها في السواحل اليمنية يعني لإنجاح مشروعهم. وكما قال أحد قادة الحرس الثوري الإيراني، إنهم يحمون مضيق، يحمون زينب من مضيق باب المندب، أو كما يعني يطلق عليه مؤخرا مضيق زينب. لماذا تفعل دكتور فيصل هذا بالسواحل اليمنية؟ نعم. إلا لتهدد السلام. نعم نعم، هناك بعض التقطع في الصوت، لكن الآن الأمور ربما هي أفضل. لكن أنا تحدث عن نقاط، بعض النقاط المهمة هي استنساخ بشكل أكبر التجربة الإيرانية. دعني أعود هنا الآن لمعرفة تفاصيل أكثر ما حدث، أو الأبعاد الإنسانية التي حدثت بالفعل في هذه في زراعة الألغام. كان هناك حديث عن 8 مدنيين أستاذ وديع، هذا البعد الإنساني الذي بدأت طرحك حوله، ما هو يعني ما هي الحصيلة إلى الآن التي تضررت، أو ما نتائج زراعة الألغام التي حدثت بالفعل إلى الآن في اليمن؟ حقيقة هو الموضوع الآن يثير أو يطرح على الطاولة قضية إنسانية مهمة، يعني تتعلق بحياة ومعيشة عشرات الآلاف من الصيادين الممتدين على الساحل البحري اليمني، من المخا الى المهره، قصدي من ميدي الى المخا الى المهره، من يعني غربا ثم الى الجنوب. الموضوع يتعلق بحياه هؤلاء الناس الذين يصطادون في هذه المياه الاقليميه والمياه الوطنيه في المياه اليمنيه. البعد الانساني يفترض ان يترافق مع رقابه عسكريه حقيقيه تحد من تكرار مثل هذه الجرائم. الموضوع الآن يطرح حقيقة الأمن البحري وأمن الصياد اليمني بشكل رئيسي، خلافا عن أمن الملاحة الدولية التي تمر من هذا المضيق الذي يمر منه ما لا يقل عن 30-40% من النفط اليوم. هذا بعد آخر سنتحدث عنه لاحقا. أوكي، لكن الموضوع الآن يرتبط بأن هناك صيادين آخرين قتلوا أيضا في حوادث مشابهة، لكن ليس بألغام، لكن لأسباب غامضة. يعني قبل أن أدخل إلى الاستوديو وصلني خبر من أحد الصيادين في إحدى المناطق في منطقة حيس جنوب الحديدة، وهم منطقة قريبة من البحر، يمارسون الصيد بشكل كبير مع مناطق الخوخة وما إليها. يقول بأن قاربا يحمل 24 صياد، لم يعد منهم إلا القارب وهو محروق، يعني فقط اكتشف القارب بعد وهو محروق. أسبابه مختلفة، الإعلام لم يتناول مثل هذه القضية، وأنا فوجئت بها أيضا. هذه قضية الثمانية الصيادين الذين أصيبوا في الحادث الأخير هو الذي فضح الموضوع، فضح أو طرح حكاية أن الأمن البحري، أمن الصياد اليمني، يفترض أن يصبح أولوية وضرورة على الحكومة اليمنية ممثلة بالشرعية، وأولوية أمنية كذلك لدى التحالف الذي يريد أن يؤمن الملاحة الدولية في هذا المكان، وهي مسؤولية أخلاقية عليه تحملها بخوضه لهذا الحرب للدفاع عن اليمن. طيب أنت ذكرت بعض الحوادث الماضية المشابهة، هل بالفعل يعني هل تذكر بعض من تفاصيل ما حدث سابقا؟ حقيقة الصيادون اليمنيون هم يعني
في مرمى النيران الصديقة منذ سنوات، يعني إذا عدنا للتأصيل التاريخي مثلا، أول حدث يصل إلى الصحافة وتنشره كان في يناير 2009، إطلاق النار على صياد يمني، على صيادين يمنيين، قتل واحد وأصيبوا ثلاثة من البحرية الأريترية ومرة البحرية السودانية، يعني وهم في عرض البحر سواء في المياه الإقليمية أو في المياه، بل آخر اعتداء كان من قبل البحرية صيادين أريتريين أطلقوا النار على صيادين يمنيين في المياه المتاخمة للمخا وليس بعيدا عن ذلك. طيب دعني أعود إلى دكتور فيصل علي. دكتور فيصل، هناك إذن أساليب تظهر بين فترة وأخرى توضح نوع من التشابه بين ما تنتهجه إيران والأدوات التي تستخدمها وما يقوم به الحوثيون، هذا الأمر إلى ماذا يشير ويعني يوضح برأيك؟ يشير إلى تبعية الحوثيين لإيران، تبعية مباشرة، تسليحهم عن طريق إيران، ألغامهم عن طريق إيران، كل تقنياتهم العسكرية واستراتيجيتهم في الحرب وعقيدتهم القتالية هي عقيدة الحرس الثوري الإيراني. لا يوجد فرق بين حوثي وحرس ثوري إيراني. تم تدريب 15,000 مجند من الحوثيين في جنوب لبنان وفي العراق وفي إيران أيضا. هؤلاء الجنود الذين عادوا يقاتلون بنفس التقنية الإيرانية، أيضا السلاح الإيراني والألغام الإيرانية التي تستخدم الآن في البحر هي نفسها ألغام، يعني قليلة الكلفة، رخيصة الكلفة، لكن إزالتها كما يقول الخبراء أنها عالية الكلفة. هذه الألغام يعني كما استخدمتها إيران في سواحل الخليج العربي وفي مضيق هرمز، الآن تستخدم الآن عندنا في سواحل المخا وسواحل الحديدة ستستخدم، وفي مضيق باب المندب، هذا المضيق الذي يشكل يعني حلما لدى قادة الحرس الثوري الإيراني الذين يريدون السيطرة على المنطقة. طيب يعني الآن إيران وأذرعها في المنطقة لماذا تركز على هذه الممرات المائية، تركز على السواحل والبحر أيضا، ما هو الهدف الاستراتيجي من ذلك؟ يا أخي في اليمن ليس لدينا موقع، اليمن ليس ذلك الموقع المهم، تكتسب اليمن أهميتها من وجودها على مضيق باب المندب، أهم مضيق في المنطقة هو مضيق باب المندب، ثاني أو ثالث مضيق في العالم، أو يعني من أهم الممرات الدولية، هذا الإيرانيين يعلمون أهمية ذلك ويحرصون هم ومن يقف وراءهم على السيطرة على هذا الممر. الحرب التي تدار اليوم في اليمن هي بسبب هذا الممر وليست يعني لأسباب أبعد منه، وقد يكون هو السبب الرئيسي والسبب المهم، هناك ربما أسباب أخرى لكن هذا يعني هو السبب الرئيسي، وجود الممر على السواحل اليمنية هو سبب يعني كل المشكلة. إيران تريد السيطرة على المنطقة من خلال السيطرة على المنافذ البحرية، ماذا أفعل أراضا في الصحراء أو أراضا في قمة الجبال، هي ليست ذات قيمة وليست ذا بعد دولي، خطوط الملاحة الدولية تبعد عن باب المندب ساعة واحدة، بينما تبعد عن موانئ عن دبي 48 ساعة، تبعد عن ميناء عدن 3 ساعات، العمل الزمني والقرب من خطوط الملاحة هذا يشكل استراتيجية لإيران. نعم، طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا دكتور فيصل. ينضم لنا الآن مشاهدينا الكرام رئيس مركز باب المندب للدراسات السيد معاذ المقطري من تعز، أهلا بك أستاذ معاذ. أهلا بكم أستاذ معاذ. هذه يعني زراعة ألغام في موانئ وممرات، الميليشيا استراتيجيا برأيك ما الذي تهدف من ذلك، خصوصا وأنها في نهاية المطاف إذا كانت تريد التحكم بهذه المناطق فهي خطيرة عليها وجود هذه الألغام، ماذا تهدف بالضبط؟ هو طبعا الألغام يعني تعتبر طريقة سهلة أو مرنة للطرف الأقل قوة في الحرب، الحوثي والميليشيات هي الطرف الأضعف في الحرب وتغطي
انسحابها وزرع اكبر قدر ممكن من الالغام في المناطق التي تفقدها، لأن الطرف الاخر هو الذي يكسب الارض وهي التي تفر، واحتمالات عودتها والسيطره من جديد ضعيفه جدا. فهذا الاحباط الذي ينتاب عند الميليشيات يجعلها تزرع الالغام على نطاق واسع، غير يعني تقطع امام نفسه دروب العوده الى مناطق السيطره هذه. طيب بالنسبه للملاحه الدوليه وامن هذه الملاحه الدوليه، ما هي المخاطر التي تشكله عمليه زراعه الغام؟ هل تتاثر يعني السفن العملاقه وناقلات النفط وما شابه بهذه الالغام، ام ان تاثيرها يعني يقتصر على السفن المحليه وسفن الصيادين؟ وطبعا تكلفه انتاج زراعه الالغام تعتبر غير مكلفه كثيره بالنسبه لي، نزع هذه الالغام واستئصالها، وبالتالي هذه يعني هناك سهوله في زرع الغام بحريه يعني عائنه في المياه الضحله مثلا، والمياه العميقه، واعتقد انها خلال سيطره الحوثيين المناطق العسكريه المغلقه التي كانت في ذباب باب المندب وميون كانت مناطق عسكريه مغلقه، زرعوا طبعا الغام في هذه المناطق بشكل كبير، وتؤثر طبعا هناك طبعا تحذيرات امريكيه من مكتب الدفاع الامريكي، وهناك برضو يعني تحرك كبير للتحالف العربي يعني مدرك انه هناك مخاطر قد تصيب حركه الملاحه. طبعا 60 سفينه في اليوم تمر تجاريه على الاقل، وهذه طبعا الالغام هناك تقنيات الان عاليه، طبعا الحوثيين اضافه الى نهبهم مخازن الالغام اليمنيه التي لم يتم تدميرها حسب اتفاقية حظر الألغام. طبعا وقعت في أيديهم هذه، تم تطويرها عبر خبراء إيرانيين، وتم أيضا هناك ألغام روسية الصنع تستخدم الآن بشكل كبير. لكن التحالف في المقابل عنده تقنية عالية في التعامل مع هذه الألغام ونزعها وكسحها، لكن هذه طبعا على مستوى المعركة يعني يحدث تأخير بالنسبة لعملية الرمح الذهبي، لأنه عن قوات مثلا يكون قوامها محدد، تكون خطتها محددة، فهذا يعمل إرباك فقط ويؤخر عملية التقدم. لكن على المستوى الدولي طبعا، لأنه المياه دولية والمضيق ممر دولي، مسؤولية نزع الألغام في المضيق وفي خط الملاحة وهذه المناطق مسؤولية دولية، والأخ وزير الخارجية في الخلافي ودخل نهاية شهر فبراير الماضي نداء للمجتمع الدولي يعني مساعدة اليمن في زرع في نزع هذه الألغام. طبعا وهناك طبعا حرص كبير جدا بالنسبة للأمريكان على نزع هذه الألغام، لأنه المضيق ممر دولي ويربط ما بين بحرين قارتين والشرق والغرب، وهذا يجعله يعني محط اهتمام العالم. طيب يعني هذا الأمر يدفعني إلى التساؤل، لماذا لم يعني السفن الحربية التابعة للتحالف العربي، هناك سفن حربية أيضا تابعة لدول عظمى في هذه المنطقة توجهت، ومنها ما سمعنا عن توجه إسكول من جديد إلى السواحل الغربية لليمن، لماذا لم يعني تراقب هذه السواحل بشكل واضح وتمنع من قام بزراعة الألغام بأن يقوم بهذا الفعل؟ نعم، هو طبعا زراعة الألغام أخذ يعني يأخذ من الوقت سرعة، يعني سرعة زراعة اللغم الواحد، نزع اللغم يأخذ 200 ضعف الوقت المستغرق لزراعته، يعني هناك دائما عادة الألغام تزرع بسهولة وبسرعة، فالمناطق اللي كانوا مسيطرين عليها في ميون باب المندب وذباب والمخاء يعني في سهوله انهم يزرعوا الالغام بسرعه. طبعا التحالف الان في معك انت التقنيه تستخدم كمجسات للالغام، هو فقط انه يحتاج خبره ايضا محليه في نزع الالغام وسلاح المهندسين العسكريين، وهناك طبعا ما يعني استشهدوا هم خبراء في نزع الالغام،
لكن اعتقد انه المجتمع الدولي خصوصا الامريكاني يعني يقلل من يعني خطوره او قدره الحوثيين او قدره هذه الميليشيات على زرع الغم بحريه. نعم. من النوع اللي ممكن انه يصيب بارقات، من النوع اللي ممكن يصيب ناقلات كبيره، يعني ممكن هم يزرعوا الغام سطحيه يعني في المناطق الضحله او على الرمال الساحل، وهذه طبعا الغام ارضيه. نعم. لكن بشكل عام الالغام يعني من اهدافه انه تغير مسار المعركه، مثلا تضع خارطه عسكريه. نعم سلمان. ترسم الخارطه العسكريه وتحاول أن تدفع القوات التي تتقدم باتجاهات غير مزروعة بالألغام. نعم. لتصطاد بصواريخ حرارية، هذا يعني أعتقد أنه الوضع الأخطر. لو حصل في خط الملاح أنه في مناطق تم تصنيفها بأنك مناطق مزروعة في الألغام وتحاشيت السفن، ممكن تتجه السفن لمناطق ممكن رشقها بصواريخ حرارية. إذن أشكرك معاذ المقطري رئيس مركز باب المندب للدراسات، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. وقبل أن أعود إلى الصحفي وضيع عطا هنا ضيفي في الاستوديو ودكتور فيصل علي المحلل السياسي معنا عبر سكاي من كوالالمبور، ينضم لنا الآن مشاهدينا الكرام وكيل وزارة الصناعة والتجارة والخبير في شؤون الملاحة سيد علي عاطف عبر الهاتف من عدن. أهلا بك أستاذ علي. أهلا بك وسعد الله مساك، تحية لك ولضيوفك على الهواء والسادة المشاهدين. أهلا بك أستاذ علي، إلى أي مدى برأيك تشكل زراعة الألغام خطرا على الملاحة الدولية ولا تشكله على يعني بالمقارنة بما تشكله على الصياد المحلي والناس وسهولة يعني الصيادين المحليين اليمنيين في اليمن؟ لا شك أنه مسألة زرع الألغام بدرجة أولى انعدام تام الأخلاقيات التي درج عليها اليمنيين، لكن في بالنسبة لعملية ضررها المباشر وغير المباشر هو ضرر جسيم وكبير، وأنا أعتقد أن المجتمع الدولي متنبه لهذا الأمر الجلل، يعني بشكل نرى فيه تصريحات من كل الجهات الدولية الفاعلة لوقف هؤلاء العابثين عن الاستمرار في زرع الألغام في المناطق التي تمر بها السفن أو حتى قريبة منها، أي حادث يؤثر سلبا على سير الملاحة البحرية العالمية في هذا المضيق الحيوي. طيب الآن هناك إقلاق للأمن البحري، هناك زراعة ألغام، هل هو برأيك أسلوب أو محاولة جديدة للحوثيين لمواجهة ما يجري من تقدم في مناطق الساحل الغربي بالنسبة للتحالف والشرعية؟ في الحقيقة من المتابعة من بداية الصراع هؤلاء قوم عابثون لا يوقف عبثهم إلا الحسم العسكري، والذي يؤدي بالتالي إلى 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 ضغوط شديدة عليهم ترضخهم للجلوس إلى طاولة التفاوض ومعرفة حجمهم في وسط المجتمع اليمني. اليمن بلد كبيرة والآن يضيق عليهم الخناق من كل الجبهات، من عدة جبهات، وبدأوا يلفظوا إلى حد كبير أنفاسهم الأخيرة. لكن إحنا من خلال شاشتكم المؤقرة نناشد المجتمع الدولي والإقليم بزيادة ممارسة الضغوط على هؤلاء القوم حتى ينسحبوا أو حتى ينكمش دورهم دون مزيد من الضحايا والخسائر التي ترهق الناس وتسيح الدماء اليمنية عبثا من هؤلاء القوم العابثون. وانا اعتقد انه 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 هذه الاعمال اللا اخلاقيه التي الان يمارسوها هذه تدل على انهم خلاص افلسوا، لم يعد لديهم او بايديهم اي ورق للعب، وبالتالي هذا نوع من انواع الانتحار غير مبالين برد فعل المجتمع وبالشرف الذي اوجدوه في هذا المجتمع، وايضا غير مبالين بالضحايا. طيب استاذ علي، الغلابه استاذ علي، هل هناك مخاوف من تمدد زراعه شبكه الالغام البحريه الى مناطق اخرى، خصوصا ان هناك صعوبه في مراقبه هذه السواحل بطولها الكبير، وكذلك ان عمليه نزع الالغام تكون سريعه كما قال السيد معاذ المقطري قبل قليل؟ أنا أرى إنه هؤلاء قوم يعني مغامرون بدرجة أولى، لا يخسرون شيئا، يعني ليس لديهم ما يخسروه سوى محاولة
السيطرة ومحاولة يعني الضغط على هذا المجتمع حتى يرضى في أقصد إلى حد كبير لنزواتهم العجيبة هذه. لكن أنا أؤكد لك الآن أنه قدراتهم هم بدرجة أولى هي محدودة، ليسوا بهذا الحجم الذي ممكن يتخيل المرء أنه ممكن يتمددوا. لكن أنا هنا أنبه على الدور الإيراني في هذا الصراع. الآن إيران متواجدة وإيران لديها من القطاع البحري ومن الإمكانيات ما تتيح لها القيام بهذا الدور نيابة عنهم، أو هي أصلا صاحبة المطلحة الأولى في إرباك المشهد يعني. وبالتالي وبالتالي الخطر يتفاقم، والأمور يبدو لي أنها تحتاج إلى مزيد من الضغوط، ضغوط عسكرية في الجبهات من كل الاتجاهات الاستمرارية. هؤلاء قوم لا يوقفهم إلا القوة، فهم يعني جبلوا على عملية والحلول السلمية والمداهنة والمسايرة يعني بذلت في سبيل هذا الصراع، لكنهم يبدو أنهم عابثين ولم يخسروا شيء. إذا الخطر قائم، الخطر قائم، لكن إذا تم توجيه الإضاءة على الإيرانيين وعلى دورهم في المنطقة بالتالي بيكون الموضوع تقلص كثيرا يعني. أشكرك وكيل وزارة الصناعة والتجارة الخبير في شؤون الملاحية الأستاذ علي عاطف، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. وقبل أن أسأل الأستاذ وديع حول أن الصيادين هم أبرز الضحايا في لهذه الممارسات ويومياتهم ربما أصبحت في خطر، يعني أستاذن هو الأستاذ أو الدكتور فيصل علي للتوجه لفاصل قصير، بعده نستأنف النقاش. مشاهدينا تفضلوا بالبقاء. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، أجدد الترحيب بكم وبضيفي سواء هنا في الاستوديو الصحفي وديع عطاء أو المحلل السياسي الدكتور فيصل علي. أستاذ وديع، الصيادين ربما هم أبرز ضحايا هذه الممارسات، هل بالفعل أصبحت الحياة هناك بالنسبة لهم في خطر؟ هذا العمل العسكري الذي يستهدف أمن الملاحة الدولية والأمن البحري في اليمن يفترض أن يدق ناقوس الخطر الإنساني الحقيقي نحو حوالي 1,000,000 نسمة ينتشرون في حوالي 11 مديرية و 14 مديرية ينتشرون ما بين الميدي إلى المخا. 14 مديرية منها 11 مديرية يتبع الحديدة، يسكنها ما لا يقل عن 1,000,000. 70% من هؤلاء 1,000,000 يعتمدون على البحر كمصدر رئيسي للرزق. توقف مصدر عيشهم. هذه العمليات العسكرية تماما تعزز مخاوفهم الأمنية من أن يعودوا إلى مصدر عيشهم، بسبب أن الطيران لأكثر من مرة يستهدف بغرض خاطئة قوارب صيادين، وحتى اليوم هؤلاء الصيادين خارج إطار الاهتمام من قبل الدولة الشرعية أو من قبل وزارة الأسماك. وزارة الأسماك لا تزال تعوض ضحايا تشابالا في سقطرى، بينما ضحايا الحديدة لم يلتفت إليهم أحد. الحديدة هي الآن أكبر منطقة مدنية تمترس فيها الميليشيا. الشريط الساحلي الغربي هو أكبر شريط ساحلي ممكن تستهدفه الميليشيا كونها تسيطر عليه بالتلغيم أو بالاستهداف، لأنها تسيطر عليه تماما. غابات النخيل ملغومة تماما بكثير من الأسلحة التي خبأتها الميليشيا مما سحبته من معسكرات خالد ومعسكرات أبو موسى الأشعري ومعسكرات الحديدة التي كانت تتبع المنطقة العسكرية الشمالية الغربية. الحديدة فيها الآن أكبر كتلة بشرية بحاجة إلى إغاثة. يفترض أن الشرعية والتحالف الدولي ممثلا بالجمعيات أو المنظمات الدولية الإغاثية الإنسانية تهتم بالإنسان في الحديدة لكي تعوض على الإنسان هناك حرمانه من مصدر الرزق على الأقل بالإغاثة البشرية. يترافق ذلك مع أداء عسكري أيضا وأداء عسكري حقيقي يضع حد لمثل هذه العمليات العسكرية التي تدول الموضوع وتحد أيضا يعني من الاستقرار الأمني في هذه المنطقة المهمة من العالم وليس من المنطقة العربية فقط. طيب دعني أعود إلى الدكتور فيصل علي المحلل السياسي. أستاذ وديع، دكتور فيصل،
الآن هناك حديث عن جولة جديدة من المشاورات، الميليشيا تصاعد بهذا الشكل بنوع جديد من الممارسات في الساحل الغربي. إذن تصرف الميليشيات التي يبدو أنها من الواضح أنها تدعم شيئا فشيئا أو بشكل متكرر من إيران، كيف ينعكس سياسيا على الوضع بشكل عام؟ يا سيدي الكريم، الميليشيات لا علاقة لها بالمواطن، لا علاقة لها بالدولة، لا علاقة لها بسمعة اليمن، هي تعمل ما تمليه عليها إيران بالحرف الواحد، هي تعمل جاهدة لإشكال اليمن وإظهار اليمن كدولة فاشلة، وتعمل على يعني كل ما بوسعها من وسائل، كل ما لديها من وسائل لإحراق الأخضر واليابس في اليمن. إيران لا تريد استقرار اليمن، الميليشيات تقوم بهذا الدور، هي تقول للعالم مهما كان هناك من مشاورات، مهما كانت هناك من جولات في المشاورات، لن يكون هناك سلام في اليمن على المدى القريب. التقينا قبل يعني يومين بالوزير الخارجي وهو رئيس لجنة المفاوضات اليمنية، قال بالحرف الواحد وفي جولة الكويت في 124 يوم أو 148 يوم من المفاوضات، وافقنا لهم على كل شيء ولم يوافقوا على شيء واحد، لا يريدون السلام. الآن هذه العملية، عمليات الألغام البحرية، هي رسالة للعالم أجمع أن إيران وحلفاء إيران وأذرع إيران لا يريدون السلام في اليمن ولا في غير اليمن. لن تستقر المنطقة إلا بإزالة هذه الأذرع من اليمن ومن غير اليمن، حتى يعود الاستقرار إلى الشرق الأوسط كاملا. إيران أعلنتها حرب طائفية وما زالت تواصل هذا يعني مشوارها، والعالم يقف متفرجا. ربما تجار السلاح يستمتعون بهذه الحروب، ربما يعني قد تطول يعني المعارك في اليمن وفي سوريا وفي مناطق أخرى من العالم حيث توجد الأذرع الإيرانية. طيب دعني أعود إلى الصحفي وديع عطا، الأستاذ وديع عطا هنا معي في الاستوديو. دكتور فيصل، هل هذا الأسلوب الذي تنتهجه الميليشيا أستاذ وديع يهدف إلى تعطيل الموانئ، تعطيل الحياة بالنسبة للمواطنين، يعني بحيث أن تقول الميليشيا ها هي يعني كلما تقدمت الحكومة الشرعية هناك يعني تعطل لحياتكم، هل ترسل رسائل من هذا النوع؟ الميليشيا اصلا تعمل بشكل ممنهج ويومي على 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 اشباع الراي العام المحلي الذي تسيطر عليه بان ما يجري هو حصار من التحالف، وعلى التحالف ان يثبت العكس، على التحالف ان يواكب العمل العسكري بعمل اغاثي، وان يفضح الميليشيا هذه بعدد السفن والمرات التي وصلت اليها الى موانئ الحديده وموانئ المخا والموانئ المماثله الى عدن، الذي هو موجه الى هؤلاء الناس المتضررين. الموضوع فعلا يثير. أريد أن أستدرك أيضا بأن انشغال الحكومة بتعويض ضحايا شبلة لا يعني بأنهم لا يستحقون، بل هم يستحقون لأنهم أيضا متضررين كذلك. لكن أقول بأن 75 صياد مثلا في مديرية الخوخة في يوم واحد احترقت قواربهم بغارة خاطئة، إلى اليوم لم يلتفت إليهم أحد، لم تصلهم إلا قليل من السلال الغذائية من بعض الجمعيات الخيرية والناشطين. ثم يستغرب الناس حينما يظهر بعض المجاعة وسوء التغذية في جنوب الحديدة، نهمل الإنسان في الحديدة ثم ننظر لماذا هو أيضا يعني ساكت. الناس في الحديدة مغلوبين على أمرهم تماما، بحاجة إلى حلحلة الجبهة من الشمال من جهة ميدي ومن جهة الجنوب كذلك من جهة الخوخة، لكي يتشربوا شيئا من الأمل أن الانعتاق قريب. الحديدة اليوم هي تعتبر المورد المالي الأول تقريبا أو الثاني بالنسبة لهذه الميليشيا، مداخل القات فقط يوميا مليار ريال لهذه الميليشيا، بينما الإنسان في الحديدة يموت. هذا الوضع الأمني الآن الذي يهدد السواحل الغربية هذا لا يمس فقط أنه تحدي عسكري فقط للتحالف، بقدر ما هو أيضا قتل الإنسان. أكبر عملية قتل تحدث في الحديدة الآن، 3,200,000 نسمة يسكنون في هذه المنطقة، وبالتالي يفترض على الساسة والعسكريين والاقتصاديين أن يركزوا على هذه المنطقة، لأنها تعتبر بعد اقتصادي يغذي شريان الميليشيا التي تستخدم ميناءه الرئيسي. ميناء الرئيسي فيه لم تتوقف فيه الحركة الاقتصادية بشكل رئيسي، لأنه فقط مفروض عليه يعني فقط رقابة عسكرية فقط للتفتيش، أما الاقتصاد فيه لم يتوقف بشكل كبير، تأثر نوعا ما بسبب انسحاب رأس المال الوطني للخارج، لكن الحركة التجارية مستمرة وبعض الإغاثة تصل لكنها تتعرض للاحتجاز.
أو احتجازها ثم نقلها إلى مناطق أخرى لا تشهد كثير من المجاعات أو بعض آثار سوء التغذية. أنبه مرة أخرى أيضا بأن ضرورة الانتباه إلى الإنسان في الشريط الساحلي الغربي من ميدي إلى المخا، والمخا هي النموذج وهي التحدي. طيب دعنا نعود إلى الدكتور فيصل علي أستاذ وديع. هناك نقطة مهمة، وأنا أشاهد اللقطات الأرشيفية لاستهداف فرقات سعودية من قبل الحوثيين دكتور فيصل، أن هناك يعني بشكل واضح معركة ليست يعني واضحة المعالم بالنسبة كبيرة لوسائل الإعلام، لكنها تدور على البحر بداخل هذا البحر. برأيك سياسيا هذه المعركة لمصلحة من؟ الآن إطالة المعركة البحرية هي لصالح الميليشيات، كلما ضغطت الميليشيات وأثبتت أنها متواجدة على البحر هناك من يضغط بالتمديد لهذه الميليشيات والمفاوضات. وأنتم تعلمون ماذا تعني المفاوضات، تعني منح الميليشيات المزيد من الوقت. قوات التحالف ربما تكون مقيدة، ربما تكون عليها ضغوط، لكنها لم تستخدم إلى الآن القوة الحقيقية لردع هذه الميليشيات، خاصة في منطقة الحديدة التي تكلم عنها الزميل وديع عطا. الحديدة وسواحلها هي مناطق مكشوفة وبلا غطاء جوي، ومن السهل اصطياد القطع البحرية القطع العسكرية المتواجدة على السواحل وفي المدينة نفسها. لا يوجد هناك موانع كثيرة، لكننا لا ندري ما هي استراتيجية التحالف من تأخير هذه المعارك والتي كان يفترض أن تكون في البداية. السيطرة على السواحل اليمنية كان المفروض أن تكون قبل بداية الذهاب إلى صنعاء ونهم ومناطق داخلية، كما سيطروا على ميناء عدن وكما حرروا ميناء عدن من الميليشيات، كان المفترض أن يحرروا باب المندب والمخا وميناء الحديدة وميدي في نفس الوقت، حتى يتفرغوا للمعارك في المناطق البرية الأخرى. نعم. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا دكتور فيصل. ينضم لنا الآن مشاهدين الكرام سيد سالم السقطري رئيس جمعية الصيادين، ينضم لنا من حضرموت. أهلا بك أستاذ سالم. حياكم الله، أهلا ومرحبا أستاذ سالم. إذن هناك وفاة لعديد من الصيادين بسبب لغم بحري زرعته الميليشيات، هذا الأمر ما الذي يشكل بالنسبة للصيادين بالنسبة لعملية الصيد بشكل عام؟ هذه الأرقام يعني بصراحة يعني حاجة خطيرة، بدون ما تحدد موقعها يعني هي في البحر. التيار عندما تكون الأرقام في البحر يعني لم يتحكم فيها الشخص اللي طرحها في البحر، يعني يأخذ التيار إلى موقع آخر، يأخذ التيار إلى موقع آخر، ويكون الضرر مثلاً في مسافة بعيدة عن الموقع الذي تم فيه زرع الألغام. الآن الصيادين عندنا في حضرموت تخوفوا من هذا الألغام وتوقفوا عن العمل، عن الاصطدام بأي جسم في البحر، لأن الصياد يكون في الليل يطرح الشباك وما يشوف أي حاجة، يطرح الشباك وهو ينام فوق الوسيلة حقه. يعني في الليل جائز أن التيار يقرب هذا الألغام إلى جنب العبري ويحصل انفجار. يعني إذا أنتم هناك مخاوف مشتركة كبيرة لكل الصيادين على امتداد السواحل اليمنية، حتى وإن بعدتم أو بعدت مواقع التي تنشطون فيها عن المعارك بداخل الساحل الغربي؟ نعم 100% بدون أي شك، 100%. الألغام هذا مسموع عبر الإعلام اليوم، يعني التواصل الاجتماعي والأخبار بالقنوات والتحذير الأمريكي الأخير الذي وجهه قال إن في فرقات أمريكية تلقط الألغام وهكذا. الناس سمعت هذه الأخبار، والناس دائما على الأخبار، ولهذا الناس متخوفة ولا قدرت تعمل. طيب وفقا لذلك أنتم ككيانات تمثل الصيادين، ما هي الخطوات التي ستقومون بها الحد من هذا الخوف؟ والله بالنسبة نحن للصيادين يعني ما هي الوسائل اللي يقوم بها الصياد؟ الصياد هو مواطن خاص يعني يواجه من أجل لقمة العيش ويتعب ويعمل، ما عنده وسائل. يعني الصياد ينتظر الأخبار، متى تجي الأخبار إن الأمور طيبة وإن ما فيش نكر غام في البحر،
ومن اجل ان يعمل، لان الصياد الان واقف والصياد ما عنده راتب ولا يستلم شيء راتب ولا عنده من هذا القبيل، يعني راتبه من البحر، اذا طلع البحر يحصل لقمه عياله، واذا ما طلع البحر يعني في نفس الوقت على سنة جالس. الان الصياد منتظر الاخبار، متى تاتي الاخبار الطيبه ان لا يوجد حرام في البحر وان البحر صافيه، من اجل يشتغل وهو مطمئن يعني. اذا اشكرك استاذ سالم السقطري رئيس جمعيه الصيادين، كنت معنا عبر الهاتف من حضرموت. بالعوده اليك استاذ وديع، كيف بالامكان للمتضررين ان يطالبوا بالحمايه، كذلك بالتعويض للاستهدافات المتكرره؟ صحيح اننا في حرب، لكن هناك ايضا خصوصيات لهم يعني كمواطنين وكمدنيين. هناك منظمات دولية يفترض أن تلعب عمل الوسيط الإنساني في هذا الموضوع، وفي مقدمتهم الصليب الأحمر الدولي، يفترض أن تكون أولويته الآن حاليا. ما هي السبل والبدائل التي يمكن توفيرها لهؤلاء الصيادين من إغاثة أو توصيل المحروقات التي يسيطر عليها الحوثيون، أو إدارتها على الأقل، إدارة المواد الغذائية الإغاثية التي تصل إلى موانئ الحديدة؟ الزميل والأستاذ الدكتور فيصل أشار إلى أن الحديدة منطقة مكشوفة وليس فيها كثير من النقاط، لكني أؤكد بأن الحديدة فيها حوالي 8 موانئ غير رئيسية، غير يعني إلى جانب ميناء الحديدة الرئيسي نفسه، معك الحديدة والخوخة والطائف وغليفقة والجاح والخوخة وراس عيسى والصليف، معك هذه المناطق كلها تعتبر موانئ تقليدية غير خاضعة للرقابة الحقيقية. أيضا هناك كثير من المناطق أو الخلقان الصغيرة التي تستخدم، أصبح الصيادون من هذه القرى ممنوعون من الاقتراب منها، الصيادون التقليديون الذي يطلبون الله بالقوارب النفري يسموها، الذي لا يحتمل إلا صياد أو اثنين فقط، أصبح ممنوع من أن يصطاد في هذا من هذا المكان، بينما يعني الميليشيا تسرح وتمرح. المطلوب أيضا كذلك بأن يترافق مع العمل العسكري أيضا عمل استخباراتي ناجح، لا أن ينتج عن ذلك غارات خاطئة تستهدف يعني أرواح الناس الذين يفتقرون إلى الاهتمام الإنساني بعد ذلك. يعني أنا أطالب باسم هؤلاء الشريحة أن يتم الالتفات إلى الحاجة الإنسانية لهؤلاء الناس، وإعطاء الحديدة الأهمية الأولوية في العمل العسكري كذلك، لأن تحرير الحديدة الآن أصبح أولوية وطنية دولية كذلك إن أردت أن تقول، لأنه بالسيطرة على كمران والسيطرة على الجزر هذه ممكن أن تحدث قلقاً على المستوى الملاحي الدولي. أضف إلى ذلك بأن هناك جزراً أخرى أيضاً استأجرتها إيران من أريتريا، بإمكانها أيضاً أن تكون مغذي رئيسي بالإمداد العسكري لمثل هذه الخلايا التي لا تزال تنتشر وتسيطر على ساحل الحديدة. طيب وفقاً لكل ذلك، ودعني أوجه السؤال إلى الدكتور فيصل علي، وفقاً لكل ذلك ما الذي على الحكومة الشرعية دكتور فيصل أن تفعله الآن سياسيا عسكريا ايا كان لمواجهه الاساليب الجديده بالنسبه للحوثيين، التكلفه الماديه الكبيره او البشريه والماديه الكبيره بالنسبه للمواطنين اليمنيين اولا واخيرا؟ عليها ان تقوم اولا بتغطيه الجانب الانساني، ربما اذا كانت لا تستطيع هي الوصول بالمساعدات الانسانيه لهؤلاء الصيادين ولسكان الحديده ولسكان السواحل اليمنيه، عليها التدخل عبر وسطاء دوليين ومنظمات دوليه ومنظمات انسانيه. في الجانب العسكري اذا كانوا يريدون يعني حسما حقيقيا للمعارك، لماذا لا يدعمون القوات المتمركزه في تعز؟ لماذا لا يفتحون يعني لا يصلون الجبهات التي تقع ما بين المخا ومحافظة تعز موجودة في الداخل؟ إذا فتحت هذه الجبهة وانتهت القوة يعني وصلت القوات المرابطة في تعز إلى المخا، سيعني ذلك الشيء الكثير بالنسبة للميليشيات التي لن يكون لها تواجد قوي. معركة الحديدة المؤجلة إلى متى تؤجل هذه المعركة؟ وهي في نظري يعني هي أهم معركة يجب أن يعني كان يجب أن يبدأوا بها من بداية الحرب. في الجانب السياسي عليهم فضح الميليشيات على كافة المستويات، عليهم أن يقولوا للعالم أن هذه الميليشيات يعني تمنع الصيادين من العمل وهي تقوم الآن بأعمال خطرة بضربها لخطوط الملاحة الدولية وتهديداتها المتكررة للسفن والقطع البحرية سواء العسكرية أو المدنية.
كل هذا يحتاج له الى عمل دبلوماسي نشط وعمل اعلامي كبير، لكن لا ادري لماذا الشرعيه تتاخر في الجانب في هذا الجانب. نعم. اذا اشكرك دكتور فيصل علي المحلل السياسي، كنت معنا عبر السكايب من كوالالمبور، كما هو الشكر موصول لك استاذ وديع عطا الصحفي، كنت معنا في الاستوديو في هذه الحلقه، شكرا جزيلا لك، كما هو أيضا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات الزملاء محمد المقبلي وماهر أبو المجد وجميع أفراد الطاقم الفني. إلى اللقاء.